مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا المطبخ. راح ناخذكم اليوم ونسافر للسعودية، عندنا طبخة كبسة سعودية. تابعونا على هالطبخة الحلوة حق اخواننا في المملكة العربية السعودية. بداية راح نشعل النار، بسم الله نبتدي طبختنا. وراح نتعرف الحين على المقادير. طبعا عندنا خذينا ديايتين قطعناهم على النص، ممكن نقطعها اربع قطع، انا قطعته بالنص. راح اخذ بصل عندي مقصص سلايس وطماط صغار مقصصه، فلفل، ونستخدم الثوم كامله. راح استخدم معجون الطماط، بهارات صحيحه، وعندي بعد كميه من البصل حطها سبير. راح احط الدهن وابتدي اقلي في البصل. راح استخدم هاي البصل بنقطع شرايح طويله وابتدي اقل البصل. تقريبا ان طبخه الكبسه السعوديه مقاربه للبحريني، الطبخه البحرينيه اللي هي المدبوق، اللي هو نقول كلمة المدبوق معناتها انها الدياي ولا اللحم في بطن العيش. لو تلاحظون ان المسميات كبسة سعودية احنا نقول عنها مكبوس، فكل الكلمات متقاربة او الطبخة بالاسم وبالمعنى الصحيح متقاربة. طبعا احنا في كل شيء في عاداتنا وتقاليدنا متقاربين مع بعض من دول الخليج، يد واحده قلب واحد، الله لا يفرق علينا. طبعا حطينا البصل بدايه، وراح احط البهارات الصحيحه مع خلطه البصل ونحس البصل، ما بحط وايد، هاي الكمية ممتازة. وراح نسوي البصل حمر شوي البصل. اخوان السعوديين ما يحطون اللومي الاسود في المكبوس، احنا نحط. راح تلاحظون انتم بنفسكم الفرق بين دي الطابخة ودي الطابخة في طريقة تسويتها. على طول باخذ الدياي وبنازله من البدايه، يكتسب طعم البصل، وببتدي اقلب فيه وهو داخل الجدار. هما طريقتهم في التسوية، ممكن تحط ترش عليه ثوم عاد بعد هاي الطريقة، غير ان احنا راح نحط الثوم بالقطعة كاملة. انا خليت وياي ثوم هني وغسلته بالماء، وراح انزله ويا المرقة نقلب في الدياي هاي الطريقة. تكتسب بس الطعم البصل، تقريبا اللون نفس الشيء
بين اللون اللي عندنا المشبوس وعندهم اللون نفس الطريقة، بس ما أخف ألوان لون المشبوس. حاول حركة قلبه شوي مني وشوي بالصوب عشان يكسب طعم البصل. نرجع مرفع ونقلبه. راح ننزل عليه الحين الطماط. نقلب في الدياي بهذه الطريقة. راح ننزل معجون الطماط. راح استخدم علبة كاملة معجون طماط، لأن أنا قاعد استخدم دقيقتين. لو استخدم دقيقة واحد ممكن استخدم نص المعجون على حسب ما انتم ترغبون في اللون والطعم. راح نحركه مثل ما انتم شايفين. العملية جدا سهلة. راح نستخدم البهارات اللي يستخدمونها بالضبط اخواننا في السعودية، بزار مخلوط، قبشتين استخدمنا، وراح استخدم اللي هو جرجير وسنوت، وراح نستخدم فلفل اسود او ليمون. ما يستخدمون الكركم في الطبخة نفسها دي. نقلب فيه بهاي الطريقة. طبعاً إذا نسافر السعودية ونروح المطاعم عندهم في السعودية يا كثرهم ما شاء الله المطاعم، بس إحنا ما نروح نلتفت إلى كل المندي والبخاري، يعني ما نشوف الطبخات في المطاعم. هاي كلها موجودة عندهم في البيوت. طبعا خلطناه بهاي الطريقة. راح ننزل عليه الماي ونخليه بهترة. بسم الله. راح ننزل هني الفلفل. والثوم قطع كاملة. راح نخليه بهاي الطريقة لمدة نص ساعة ونرجع مرة ثانية ننزل عليه العيش. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام على الكبسة السعودية. خلينا لمدة ربع ساعة يستوي، واعتقد ان دياي صار جاهز ما شاء الله.
قبل لا ننزل العيش تأكد من الملح. رشة ملح وراح ننزل العيش. بسم الله. طبعا في طريقة ثانية ان احنا نشيل الدياي ونحطه في صينية وندخله داخل الفرن ونحمر الدياي على ذي. بس احنا استخدمنا هاي الطريقة. حركة شوي. نواصل مع العيش. راح ننطره لين ينشف شوي ونرسيه. كنا في احدى المعسكرات برا وكان الشباب يبون يسوون عزيمه حق اخواننا في السعوديه، فمفاجاه ان قلنا الحين نسوي طابخه لهم، بس بنسوي لهم طابخه لهم يكون محببه لهم. فما في الا الاخ شوقي ابو عبد الله اللي راح يطبخ لهم ذي الطابخه. فقالوا لي سوي لنا الكبسه السعوديه. ليش الفتره ما كنت اعرف شنو يعني كبسه سعوديه، انا يا جماعه ما اعرف. قول لي كبسه بحرينيه، قول لي هاللون. قالوا يا اخي بسيطه، راح نكلم صاحبنا وراح يقول لك. فكلمني قال لي طريقه حط ذي حط ذي حط ذي حط ذي حط ذي. فلقيت العمليه سهله. فقلت له ابشر ان شاء الله بالخير. وسويناها الكبسه السعوديه واستمتعوا فيها. ما انا قلت لهم يعني لو كنا مسويين كبسه بحرينيه نفس الشيء، ترى مقاربه نفس الشيء. طبعا الماي بدا ينشف، راح نحركه بس يمين يسار ونقصر على النار ونخليه يترسى لمده ربع ساعه وراح نرجع لكم على التقديم. انتظرونا راجعين لكم. رجعنا لكم مشاهدينا مع طبخاتنا الكبسة السعودية. طبعا هي وقت النشاط. راح نطلع الدياي. بداية كور شوي شوي راح نطلع مثل ما قلنا الدياي هاي الطريقة. خلي معاهم حلوين. يا الله يا هي كبسة يا جماعة. طبعا قلت لكم ممكن انكم تدخلون الدياي في الفرن وممكن يكون في بطن العيش على حسب ما انتم تبون. نلبس القفاز. ممكن نمسك الدياي بيدنا. ونطلع القطع اللي نبي نزين فيها فوق طبعا. هاي ثوم زي ما تشوف. نجيب الصينية ونبتدي ننشف الكبسة. أخي احنا عندنا مكبوس وهم عندهم كبسة حلوة. هاي الكبسة مالتنا. قطع
نقرب الديان ونخليه بهذه الطريقة. سوينا عليه بصل، طب طريقتهم انهم يسوون يحمسون البصل مع البهارات وبعدين يخلونه بهاي الطريقه. اتمنى ان عجبتكم الطبخه وتوفقنا فيها. ما اقدر اقول لكم الا مع السلامه، راح نشوفكم في الحلقه الجايه، انتظرونا.